أهلا وسهلا بالجميع في أخبار جديدة وحصرية كالعادة. إذا مرحبا بكل الحاضرين، اللي يدخل يعمل لايك الفيديو لأول مرة، يشاهد محتوانا، يشترك في القناة، وتكتبونا في كومنتير منين قاعدين تتبعوا فينا. إذا باش نعطيكم العناوين في الأول، وبعدين نطرقوا لكل عنوان تفاصيل. إذا منظر الزنايدي قال الأولى خدمة الناس لا تصفية الخصوم وإغراق البلاد، قيس سعيد. أما الخبر الثاني، تطورات قضية قيادية بارزة في الحزب الدستوري الحر. شوفوا الموضوع هذا، وهي عبير موسي، بتشوفوا التطورات هذه الجديدة شنو. وكذلك حصريا، إذا تحويرات شاملة صلب وزارة الداخلية، كذلك بتشوفوا هذه التحويرات. وكذلك الخبر الموالي، 5 مليون يورو هبة فرنسية لتعزيز حوكمة الهجرة في تونس، وكذلك باش نطرقوا للموضوع هذا وأكثر تفاصيل. أما الخبر الموالي وهو قضية اغتيال بالعيد، متابعة لهذه القضية وحكينا فيها في فيديوهات سابقة، ولكن في المرة هذه أفاق تونس يتحفظ على عقوبة الإعدام، يعني ما حبوش حكم عقوبة الإعدام تنفذ، وبشوف الموضوع كذلك بأكثر تفاصيل. أما الخبر الأخير وهو ضربة نوعية لبارون تهريب شتلات الزيتين. إذا الخبر الأول، منظر الزنيدي قال الأولية خدمة الناس لا تصفية الخصوم وإغراق البلاد. أعتبر وزير عهد بن علي منظر الزنيدي أن البلاد تعيش معركة مفتوحة وعنيفة بين السلطة والمعارضة، ومعركة حتى داخل الأحزاب والائتلاف الحاكمة، وحتى بين المؤسسات والشخصيات الكبرى للدولة. وأضاف الزنيدي في فيديو نشرها على صفحتها بالفيسبوك، قال مسألة الانخراط في الحياة العامة ورثتها عن مفهوم الدولة الوطنية، وهي التفرغ لخدمة الناس ونفعهم، ليس تصفية الخصوم وتغذية التجاذبات وإغراق البلاد في الأزمة يا قيس سعيد. إذا وتابع قال بالنسبة إلى المسؤولية أمانة، يأتي وقت لابد من إرجاعها إلى أصحابها. وأشار الزنيدي إلى ردود الفعل حول رسالتها المفتوحة إلى الرئيس قيس سعيد، وبين أنه أراد من خلال هذا الفيديو التواصل المباشر مع التونسيين. إذا السياسة ليس حكما فقط، وقال منظر الزنيدي الوزير السابق، أن تكون السياسة هي الظهور في وسائل الإعلام ومن بلاتو إلى بلاتو، وشدد على أن الفعل السياسي ليس إدارة الحكم فقط. إذا وقال بالفعل السياسي هو إدارة حكم ونشاط معارضة ومراقبة، وهو عمل ملاحظة ومتابعة، هو تأثير وتكوين وتأهيل. وتابع قال أنا لم أغادر الحياة السياسية كي أعود إليها، أنا فقط اخترت أن أمارس السياسة بشكل آخر. إذا وبين أن أول الشروط ذلك الامتناع على الانخراط في الضوضاء والرداءة والمعارك المفتعلة. إذا وبين أنه اختار التأمل وتقييم التجربة وتحديد الأولويات والحديث مع الجميع والتفكير في المستقبل بشكل هادئ. إذا وأضاف قال اخترت أن أعود وأكتشف السياسة دون ضغط الحكم والمعارضة والإعلام والأحزاب، والفت إلى أنها كانت تجربة كبيرة وثرية سمحت له بالعودة واكتشاف السياسة وإعادة اكتشاف تونس. إذا وأشار الزنيدي إلى أن المشهد كان مزدحما ولا يسمح بمكان تحت الشمس للأصوات الهادئة، ولمن يرى في الدولة أداة لنفع العام ليس كعكة يتخاصم من أجلها الجميع، وشدد على أنه لم يكن يبحث عن تسجيل الحضور وخطف الأضواء والاستئثار وبالاهتمام. كرامة التونسي أولوية مطلقة، وأكد أنه كان يعمل في الدولة وعندما خرج منها لم يسع إلى التشويش عليها أو تعطيل أعمالها والإساءة إلى من يحمل أمانتها الثقيلة، وكشف أنه بعد مرحلة المراجعة والتفكير والاستشارة واستشارة الأعداد جاء وقت الفعل، والفت إلى أن لديه ما يقدمه إلى البلاد وما يفيد به التونسيين، خاصة في المسائل الاجتماعية وقفة المواطن واحتياجاته اليومية. بعد هذا المقال لأول هذا الفيديو التصريح ليه
منظر الزنيدي. انتوا ما تحسوا، انا ما نعرفش انتوا ما تحسوا هذا والا لا، انا نحس انه منظر الزنيدي على ما اظن انه ينوي ترشيح نفسه الى الانتخابات القادمه. نمر للخبر الموالي. اذا تطورات في قضيه في تطورات قضيه قياديه بارزه في الحزب الدستوري الحر. قررت الدائره الجناحيه بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد القيادية بالحزب الدستوري الحر مريم الساسي لموعد لاحق بانتظار ورود نتيجة الاختبارات الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا. كما قررت الدائرة الجناحية حجز القضية إثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج المقدم في حق مريم الساسي. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق مريم الساسي، وذلك من أجل تهم تتعلق بالتدليس بفسخ بيانات منظومة إعلامية. نمر للخبر الموالي. تحويرات شاملة صلب وزارة الداخلية. إذن علمت مصادرنا بأن هناك تحويرات شاملة ستطال عدد من المديرين العامين بوزارة الداخلية ورؤساء مصالح وإطارات أمنية. وتفيد المعطيات بأن هذه الحركة تأتي في إطار مراجعة التعيينات وضخ روح جديدة وأعطاء نصيب للكفاءات الوطنية والخبرات الشبابية لتقلد المنصب. وكما تأتي هذه الخطوة في إطار تطهير الإدارات العمومية من كل اختراقات والتعطيلات الحاصلة لمصالح المواطنين. إذا نمر للخبر الموالي، وهو 5 مليون يورو هبة فرنسية لتعزيز حوكمة الهجرة في تونس. أفاد المرصد الوطني للهجرة اليوم أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستخصص خلال السنة الحالية اعتمادات بقيمة 5 مليون يورو في شكل هبة مشروع لفائدة مشروع تعزيز حوكمة الهجرة في تونس ودعم مسارات إعادة إدماج المستدام للمهاجرين العائدين. وتأتي هذه الاعتمادات لتعزيز التمويلات التي سبق رصدها لدى خبرة فرنسا لفائدة المشروع نفسه والمقدرة ب 2 مليون يورو إثر انعقاد جلسة جمعت وفد من المرصد مع وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة العامة الفرنسية للتعاون الفني خبرة فرنسا. ومثل اللقاء حسب المصدر نفسه فرصة مهمة للتباحث مجالات الشراكة والتعاون في مجال الهجرة على غرار التنمية المتضمنة والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للراغبين في العودة الطوعية من الهجرة وحوكمة الهجرة. كما تباحث الطرفان مستوى التعاون بين تونس وفرنسا وتأكيد الحرص على معاضدة جهود الهياكل العمومية في إنجاز مشاريع مبتكرة تساهم في تعزيز التنمية. كما شهد اللقاء ذاتها التذكير بالاتفاق الإطاري حول التصرف التوافقي في الهجرة والتنمية، إذن المتضامنة المبرم بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 أبريل 2008 أي سنة 2008 هذا الاتفاق تم الإبرام عليها. في مواصلة لمتابعة قضية الاغتيال شكري بالعيد، وكلنا شفنا الحكم الصادر في حق منفذين عملية الاغتيال، ولكن ما زالت هذه القضية مفتوحة باش يعني يتطرق القضاء إلى من حرض على عملية الاغتيال هذا وشبته إن شاء الله في هذا في الحكم في الأيام القليلة القادمة. إذن قضية اغتيال بالعيد، أفاق تونس يتحفظ على عقوبة الأعدام. شوف الموضوع ذي بأكثر تفاصيله. إذن أكد حزب أفاق تونس اليوم تحفظه على عقوبة الأعدام وتجديده على ضرورة تكريس الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية بعد صدور أحكام قضائية في ملف اغتيال شكري بالعيد. إذن وأبدأ الحزب في بيانه ارتياحه للتقدم الحاصل في ملف اغتيال بالعيد إثر صدور الحكم الدائرة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وتسليط العقوبات المناسبة على دائرة المنفذين. إذن أعتبر أن الأحكام الصادرة مثلت خطوة أولى في اتجاهها الصحيح، مؤكد أن العدالة لن تكتمل في هذه القضية إلا بمحاسبة من حرض وخطط وأمر بتنفيذ هذه الجريمة الإرهابية النكراء وتولى التغطية على مرتكبيها مع ضمان كل مقاومات المحاكمة العادلة وسرعة التقاضي والحياد الكامل عن الشأن السياسي.
إذا أعلن أيمن شتيبة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية اغتيال شكري بالعيد، وحكينا في الموضوع هذا ما غير ما نرجع له، ولكن باش نكمل لكم. وقضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حضوريا بإعدام 4 متهمين وسجن بقية العمر في حق متهمين آخرين كتسليط عقوبة بالسجن لمدة متفاوتة تراوحت بين 2 و120 عام بعد احتساب مجموعة مدة العقوبة المحكومة بها في كل جريمة بصفة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل كالقضاء بعدم سماع الدعوة، الاتصال القضاء في حق 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم من أجل إفعال الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، وتم إخضاع جملة من المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وإن شاء الله القضاء يعني يبط في من حرض ومن خطط هذه العملية. نمر للخبر الموالي، ضربة نوعية لبارون تهريب شوكولاتة الزيتون. إذن في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني، تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمنسير اليوم بالتنسيق مع فرقة استعلامات بالجهة من ضبط كمية هامة من الملابس الجاهزة المهربة قدرها بما يناهز 6000 قطعة مخفية داخل إحدى المخازن. تم تحرير محضر في الغرض وقدرت القيمة الجملية للمحجوز ب 327,000 دينار. إذن وفي السياق ذات تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من حجز كمية من الهواتف الذكية بحوزة أحد الأشخاص على متن سيارة تحمل ترقيم تونسي لا يملك في شأنها أي وثيقة تثبت شرعية مسكها. تم تحرير محضر في الغرض بقيمة جملية قدرها ب 100,000 دينار باعتبار وسيلة النقل، كما قامت فرقة الحرس الديواني بالصفاقس في إطار المساهمة في حماية المنتجات النباتية الوطنية ومكافحة تهريب النباتات المحظورة الدخول للبلاد التونسية، وتم ضبط عدد 1100 شتلة زيتون مهربة ذات منشأ أجنبي محملة على متن شاحنة. تم التنسيق مع مصالح الصحة النباتية بصفاقس للمعاينة، كما تم إثرها التنسيق مع النيابة العمومية الإذن بإتلاف البضاعة. إذن كانت أخبارنا لهذا اليوم، شكرا على المتابعة والاهتمام أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتكتبونا في كومنتر مين كنتوا قاعدين تتابعوا فينا. تحياتي للجميع، لا تنسوا مشاهدة هذه الفيديوهات على الشاشة وهذه أيقونة الاشتراك تضغطوا عليها وتشتركوا في القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.